مندوبا عن وزير التربية والتعليم، رعى أمينها عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية سامي الصليطة افتتاح الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لمدرسة مملكة البحرين الثانية في محافظة العاصمة بمنطقة أبو نصير، والذي جاء بتمويل من المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية. مستشار الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية رجب زبيدة ثمن جهود مملكة البحرين قيادة وشعبا لما تقدمه للمجتمع المحلي وللسوريين من دعم ومساعدة كبيرة تؤكد على قوة الترابط بين الأشقاء العرب، مضيفا بأن هذه المدرسة ستخفف الضغط على المدارس في العاصمة عمان، والتي استقبلت أعدادا كبيرة من الطلبة السوريين نتيجة تدفق اللاجئين. كما تعلم أنه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي التي يعني نسقت ورعت العملية مع المؤسسة الخيرية لمملكة البحرين، وبدأت معها نشاطها في مخيم الزعاتري، حيث أسسوا تم تأسيس أول مدرسة في المخيم، وكانت نواة يعني للنشاط المؤسسة الخيرية البحرينية في المملكة الأردنية الهاشمية. وبعدها تم الاتفاق برضو مع الهيئة الخيرية على إنشاء مدرسة تخدم في المنطقة الشمالية من المملكة، وتم اختيار مدينة إربد على أساس كثافة سكانية وبحاجة هنا، وتم إنشاء المدرسة الثانية اللي هي مدرسة البحرين، وكانت مخصصة للبنات وسميت مدرسة البحرين المختلطة. نقوم ببناء هذه المدرسة الأساسية في الأردن بدعم من سيدي جلالة ملك البحرين، وكرمز للمحبة مع أخيه جلالة ملك الأردن الملك عبد الله بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. في هالمناسبة أسجل شكري لجلالة ملك البحرين، لسمو رئيس الوزراء لدعمهم، ولسمو ولي العهد، وطبعا راعي العمل الخيري للمؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وهالمدرسة تخدم حوالي 660 طالبة في الوقت الحاضر، بس هي مدرسة مختلطة بحيث أن الصف الأول والثاني يكونوا من الصغار، بعدين بينفرع التعليم إلى جزئين أناث وذكور. ويأتي إنشاء هذه المدرسة ضمن جهود الدعم الذي تقدمه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمؤسسة الملكية البحرينية للإسهام في مساعدة وزارة التربية والتعليم على مواجهة الضغط الذي تواجهه في نقص المباني المدرسية لاستيعاب أبناء اللاجئين السوريين. يشار إلى أن مساحة المدرسة الإجمالية هي 2135 مترا مربع بواقع 12 صف، وتتسع ل 750 طالبا لتخدم المجتمع المحلي واللاجئين السوريين. ومن الجدير بالذكر بأن المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية لها باع طويل في تقديم المساعدات والمشاريع الإنسانية الخيرية المشتركة بين الطرفين.